أيها الإخوة الكرام، الأعياد في الإسلام أعياد لها معنى دقيق، لكن مع طول الأيام قد تفرغ هذه المعاني من محتوياتها. يعني يفرح الناس بالعيد في عصور التخلف وعصور الضعف في الإيمان بالطعام اللذيذ والثياب الجديدة ولقاء الأقارب، ولكن حقيقة العيد الذي نحن على أبوابه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني حقيقة العيد إنجاز، إنجاز مع الله، إنجاز روحي، إنجاز إيماني. أيها الإخوة، أضرب لكم بعض الأمثلة. عمل تجاري هدفه الأول الربح، لو بذلت جهدا جهيدا وربحت ربحا وفيرا تشعر براحة. أما إذا كنت مرتاحا وليس هناك بيع ولا شراء ولا ربح ولا أي شيء آخر، مع الراحة تشعر بالضيق ومع التعب تشعر بالراحة. إذن الشعور بالراحة أو الفرح أساسه الإنجاز، إنجاز الهدف الذي أنت بصدده. الإنسان فطرته العالية التي فطر عليها لا ترتاح إلا بمعرفة الله، فإذا عرف الإنسان ربه أو عبده العبادة التي فرضت عليه وفق ما أراد، شعور كل إنسان صام رمضان يعني بقدر إمكانه كان منضبطا، صامه وقامه في أواخر رمضان يشعر بإنجاز. هذا الشعور الحقيقي، هذا فرح المؤمن بالعيد، عاد إلى الله، عاد إلى فطرته، التزم شرعه، اصطلح معه، شعر أن الله راض عنه، هذا هو العيد. فلذلك الأعياد في الإسلام تأتي عقب عبادات وأصلها طاعات. أعياد غير المسلمين مبنية على المعاصي والآثام، تطفأ الأنوار الساعة 12 في أعيادهم، ماذا يفعلون بعد إطفاء الأنوار؟ لكن عند المسلمين الأعياد أساسها الطاعات، أساسها العمل الصالح، أساسها العبادة. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من لوازم العيد الخصومات التي بين الناس ينبغي أن تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. العيد مناسبة أن تزول هذه الخلافات، تلك الخصومات، هذه المشاحنات، هذه القطيعة بين الأقارب. لا معنى لأن نحتفل بالعيد وبين المسلمين مشاحنات ومخاصمات ومنافسات. لذلك قال تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح علاقتك مع الناس، أصلح علاقتك مع من حولك، بل إنه واجب عليك أن تصلح أي علاقة بين اثنين. أصلح علاقتك مع الناس، أنت في رمضان أصلحت علاقتك مع الله، بقي أن تصلح علاقتك مع الناس، بقي أن تصلح علاقة بين اثنين. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. وورد عنه أيضا: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أنا أذكركم بهذه الأحاديث، أذكركم أيضا بقوله تعالى الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن. السيئة طبعا، إذا قابلك الإنسان بسيئة، أنت كمؤمن ملتزم ينبغي أن تقابل هذه السيئة لا بحسنة بل بأحسن الحسنات. أتستطيع ذلك؟ أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية،
كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني. العيد أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً. أيها الإخوة، خيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. في أقارب، هناك أقارب متخاصمون، متدابرون، متحاسدون، متشاحنون. العيد مناسبة أن تنتهي هذه العداوة، أن تنتهي هذه الخصومة، أن تنتهي هذه القطيعة، لأن الله يحبنا أن نكون مجتمعين. وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتحابون في جلالي، على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. العيد مناسبة أن تنتهي هذه الخصومات، هذه العداوات، هذه القطيعة بين المؤمنين. لماذا؟ لأن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. رضي بالمشاحنة والبغضاء والعداوة والقطيعة بين الناس. هذا أول بند. نحن مطلوب منا أن نصلح ذات بيننا، لأن الله سبحانه وتعالى يصلح بين عباده يوم القيامة. كيف؟ ورد في بعض الأحاديث أن الذي ظلم يقول: يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان، لا يسامحه. ورد في بعض الأحاديث يقول الله له: انظر إلى هذا القصر. يقول: يا ربي هذا لمن؟ قال: هذا لمن يدفع ثمنه. قال: وما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: يا ربي عفوت عنه. عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يقول للاثنين: اذهبا إلى الجنة. ربنا يصلح بين عباده يوم القيامة. والمؤمن مكلف أن يصلح بين اثنين. لا، في أشخاص يتفرج على خصومات الناس ويرتاح لها ويأخذ أخبارها مستمتعا. في إنسان يغار: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا، إلا أنه ارتاح لفاحشة سرت بين المؤمنين. المؤمن غيور على مصلحة المؤمنين، على سمعتهم. لذلك جميل جدا أن تبادر إلى إصلاح بين زوجين، إلى إصلاح بين أخوين، إلى إصلاح بين شريكين، إلى إصلاح بين أم وابنها، بين أخت وأختها. هذا من مهمات الإنسان في العيد. العوام يقولون بكلام بسيط: هذا وقت جبر، وقت صلح، وقت مودة. هذه واحدة. أول بند: يجب أن تنتهي الخصومات في العيد، لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا متعاونين، متباذلين، متجالسين، متحابين، متناصحين. البند الثاني من لوازم العيد: إدخال السرور على الأهل. أهلك، زوجتك وأولادك، ومن يلوذ بك. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. يعني من الصعب جدا أن تنشأ مشكلة في البيت في أيام العيد، من الصعب جدا. هذا يوم فرح، يوم سرور، أيام أكل وشرب وبعال، قال عليه الصلاة والسلام، أيام قرب من الأهل. ولا سيما أن الناس قد يكونون متعبين فيما قبل العيد. العيد وقت راحة، وقت سرور. فالسعيد من أشاع المحبة والمودة فيما بين أفراد الأسرة. نعم.
هذا بند آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الشيء الثالث في العيد صلة الأرحام. لماذا؟ كل واحد منا له أشخاص يعيش معهم دائماً، ولنضرب على ذلك مثلاً إخوان المسجد. نحن مع بعضنا كل أسبوع أربعة أيام، الخطبة ودرس الجمعة ودرس السبت والأحد والثاني، فلقاءات مستمرة. يفضل هؤلاء الذين تلتقي معهم دائماً طوال العام أن تلتقي معهم لقاءاً موحداً في العيد، وألا تستهلك العيد في زيارات وفي تراشق البطاقات. الأولى أن نجتمع جميعاً في وقت واحد وننهي هذا الواجب في العيد. لكن العيد في حقيقته لمن؟ لهؤلاء الذين لا يتاح لك أن تزورهم إلا في العيد، لأقربائك. إذن في العيد أكبر عمل صالح الذي هو صلة الأرحام. من هم الأرحام؟ مطلق الأقرباء، من طرف الأب أو من طرف الأم. ذكرت هذا كثيراً. زرت أختك وهي من رحمك، زرتها، الزيارة طيبة جداً، لكن أكثر الناس يتوهمون أن الزيارة هي القصد. الزيارة وسيلة من أجل أن تعرف حوائجها، مشكلتها. لها مع زوجها مشكلة، لها مع أولادها مشكلة، أولادها مقصرون في الدراسة، دخلهم أقل من حاجتهم. هذه الزيارة يتبعها تفقد، والتفقد يتبعه معاونة، والمعاونة تتبعها هداية. فهذه الزيارة التي أرادها الله عز وجل، كأن الله جل جلاله جعل ما يسمى بالتكافل الاجتماعي على نطاق الأسرة. لذلك ورد أنه لا تقبل زكاة مسلمين وفي أقربائه محاويج. يجب أن تتفقد من حولك ممن يلوذ بك في العيد، والأولى قبل العيد ليكون لهم عيد. إن تفقدتهم قبل العيد وأمددتهم بما يحتاجون كانت هذه الأيام لهم عيد. الشيء الثالث، زرنا، تفقدنا، عاوننا. أقول لكم كلاماً دقيقاً، كل واحد منا لم يحدث نفسه بالدعوة إلى الله، كل واحد منا لم يحدث نفسه بالدعوة إلى الله يموت على ثلمة من النفاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. والآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. أيام ما فيك تدعي أنت، تقدم لإنسان شريط تأثرت به، تدعوه إلى المسجد، تدعوه إلى جلسة، تدعو من يستطيع الكلام معه. لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق، لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق. هذا من لوازم العيد. الآن نحن في العيد، عطلة، والعيد كله زيارات ولقاءات. الآن دقق فيما يقال في الأعياد. أكثر كلام الناس لا معنى له، لا جدوى منه، كلام فارغ في موضوعات تافهة، في جلسة، في لقاء، أخبار كلها سيئة، تشاؤم، قهر، غلاء أسعار فرضاً، ضيق في الدخول. هالكلام نهايته يأس، نهايته يقوم الحاضرون من هذا المجلس وكأن يعني مفاصلهم قد تعطلت. أما إن حدثتهم عن الله عز وجل الأمر كله بيده، وهو أرحم الراحمين، وأن الدنيا زائلة ومؤقتة، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. إن حدثتهم بهذا المجال تألقت العيون، تألقت الوجوه، وبرقت العيون، واستبشرت النفوس، وكانت هذه الجلسة مباركة.
يعني أحياناً أنا لا أبالغ، أيام إنسان هدايته من كلمة. كيف معك مفتاح صغير تشغل المركبة يدور المحرك تمشي، ضغطة بسيطة على المفتاح. أحياناً آية واحدة، حديث واحد، قصة واحدة، موقف أخلاقي، هذا يشغل بواعث الإيمان في الآخرين. فأنت إذا زرت في العيد لا بد من أن تذكر الله. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. صار في عنا بالعيد إنهاء الخصومات وإدخال السرور على قلب الأهل والأولاد، ثم إصلاح ذات البين، ثم صلة الرحم. والصلة زيارة، تفقد، تعاون، هداية. إذا كل واحد تعهد واحد من أقربائه تضاعف العدد. أخواننا الكرام، قضية الهدى قضية ليست بسيطة جدا. بتزوره، بتشرح له، بتبين له، بتقدم له هدية أحيانا، بتخدمه في الدنيا أحيانا، بتعاونه بأولاده بتأمين حاجاته. بعد جهد جهيد وحديث طويل وعناية بالغة يميل قلبه إلى الدين، بعد إذن يستسلم إليك، بعد إذن يتبعك إلى الحق. فإذا الإنسان، أعمالنا كثيرة جدا، أعمال وإنجازات، لكن خير هذه الأعمال أن يمكنك الله من هداية إنسان، وهذا يكون في العيد. 3 أيام عطلة، لقاءات، في كلام بيسموه بعض البلاد رغي، كلام فاضي، يعني كلام لا معنى له، حديث على الأسعار وعلى الأحوال وعلى الأخبار، هذا كلام فاضي. لذلك في العيد يجب أن نذكر الله عز وجل. الآية الكريمة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى تكبيرات العيد هدفها أنك وصلت إلى شيء، أديت العبادة بالتمام والكمال، ضبطت فيها جوارحك، ضبطت فيها لسانك، ضبطت فيها أعضاءك، فكأن الله سبحانه وتعالى يشعرك أنه راض عنك. يعني مرة ثانية، أسباب الفرح أن تنسجم مع فطرتك ومع عقلك ومع منهج ربك. هذا الانسجام بين الإنسان وبين فطرته، الإنسان حينما يخرج عن منهج الله يختل توازنه الداخلي، يشعر بضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ما من إنسان أسعد من رجل يسعى إلى مرضاة الله، يسعى إلى تطبيق أمر الله، يقول هذا حرام لا أفعله، هذا حلال أفعله. هذه الرغبة الصادقة في تطبيق الأمر الإلهي هي التي تسعدك في العيد. والحمد لله رب العالمين.